أول ما أبدي وأقول أي. إن شاء الله أصبح مثل عمي علي كاظم. تريد تصير مثله؟ نعم. هو مدافع؟ هو يلعب، أنت مدافع لو مهاجم؟ اثنين. اثنينات أنت هذا؟ إيه. يعني أنت تلعب مدافع ومهاجم نفس الوقت؟ إيه. إن شاء الله تصير مثل هو، أنت أيسر مو؟ نعم. منو هسه يدربكم؟ الله يرحم الكابتن علي كاظم. بس ابو سلام الله يرحمه. تتذكر هذا اللقاء؟ طبعا ليش ما اتذكر. كنا نوجه التحيه للاستاذ حيدر المناثر بال 2004 يمكن. اي اي. وين كان علي يلعب هنا؟ علاوي كان يلعب هنا بمدرسه عمو بابا. اها. يقول له ايش تلعب؟ يقول له اثنين هن مهاجم مدافع. هو بالاصل ترى خل اعطيك معلومه على علي، علاوي كان يلعب بالنص، لاعب وسط. لاعب وسط. منو اللي رجع ظهير يسار؟ الظهير يسار شوف عندك هو كان بدا بالمدرسه مال عمو بابا. ايه. يعني علاوي تعب على روحه من هو صغير.